مع الذهب والفضة عادت بعثة الاتحاد اللبناني للوشو كونغ فو بنتائج رائعة من بطولة البرتغال الدولية لجميع الفنون الإيطالية يلي جرت بمدينة فاغوس. الورلد اول ستايل تشامبيونشيب تجمع كذا بطوله ببطوله واحده، يعني في عندها كثير اساليب. نحن اشتركنا بالاسلوب اللي نحن مختص فيه اللي هو الوشو كونغ فو، قتال الوهمي والفايت والايسي والطاري وهيك. تعجبت وكثير انبسطت بالنتائج اللي جابوها الشباب، مع انه نحن الوقت اللي بنتمرن هو كثير قصير. انا عملت الاثنين، الفايت والعادي والفايت الوهمي. انا ربحت فايت اسمه رامبل، فايت اسمه سامي كونتاكت، باللايت كيك ما قدرت اربح. ما كان ضدي كثير طويلة وأكبر من عمري. المدرب كذلك اللاعبين أجمعوا على قلة الفارق بالمستوى الفني بين لبنان والخارج. ما كان في كثير فرق بالمستوى، منه أقوى منا بشيء، بس هن عندهم بيعطون يعني معنويات، والدولة أكثر تدعمهم ماديا ومعنويا. هن بيتدربوا أكثر منا، فرق إنه نحن هون ما عنا، هن يعني كل وقتهم للتدريب، نحن عنا مدارس، في عالم عندها شغلة، في ما يعني ما عنا حدا يقدر انه وقفه تدربه، لا مجبورين نعمل كل شيء تنتدرب، يعني حبا للعبة عم نلعب. إنجاز لبناني جديد يضاف إلى خزائن الرياضة الناشئة هالمرة على مستوى الفنون الإيطالية يلي عم تزداد شعبيتها بلبنان والعالم بشكل سريع.